بمشاركة طلبة من مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع انطلقت في العاصمة السعودية الرياض منافسات أولمبياد الكيمياء الدولي بنسختها 56 وبتنظيم من مؤسسة الملك عبد العزيز للموهبة والإبداع. بمشاركة وفد طلابي من مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع بدولة الكويت انطلقت في الرياض منافسات أولمبياد الكيمياء الدولي 2024 بنسختها 56 والذي يعد أضخم تجمع عالمي لموهوبي الكيمياء من 90 دولة حول العالم. اليوم مشاركة الكويت في ضمن هذه المجموعة الكبيرة من الدول والتي تفوق عدد 90 دولة مشاركة وعدد 300 طالب مشارك في الأولمبياد، هذه فرصة طيبة لأبنائنا الطلبة بالاحتكاك بزملائهم من الدول المختلفة واكتساب المهارات العلمية. في 90 دولة مشاركة وهالشيء زاد صعوبة بالمنافسة، لكن أيضا خلانا نتعرف على ثقافات زيادة وخلانا نعرفهم على الثقافة الخليجية والسعودية بالتحديد، شيء جدا يعني حلو استأنسنا أن نعرفهم هالثقافة. يعد أولمبياد الكيمياء الدولي منافسة سنوية دولية تقام لطلاب المدارس الثانوية الموهوبين في علم الكيمياء على مستوى العالم، يتنافسون في اختبارات المعرفة والمهارات في علم الكيمياء عبر اختبارين، أحدهما عملي معملي والآخر نظري كتابي. مشارك أنا هالسنة بمسابقة أولمبياد الدولي للكيمياء، الحمد لله كانت منافسة حلوة وتعلمنا من التجربة وايد أشياء، والحلو بهالمسابقة إن تجمع بين الدول كلها بمكان واحد، وهالسنة كانت بالرياض وإن شاء الله فالنا المراكز الأولى. أنا مسؤولة ومرشدة للوفد الكويتي، فخورين جدا فيكم وبإذن الله يحصلون على أعلى الميداليات، اجتهدوا ووصلوا وبإذن الله يمثلونكم في أحلى المراتب. إحنا اليوم فخورين ومتأكدين إنهم ما وصلوا هنا إلا بعد مراحل متقدمة، يستاهلون وجياتهم هنا شخصياتهم، كل طالب فيهم كان لديه مهارات عالية، مهارات أداء. يهدف برنامج الأولمبياد إلى تحفيز اهتمام الطلاب بعلم الكيمياء من خلال حل المسائل الكيميائية المستقلة والإبداعية، فضلاً عن تعزيز الاتصالات الدولية في علم الكيمياء والعمل على بث روح التعاون بين الطلاب وتبادل الخبرات التربوية والعلمية المتعلقة بعلم الكيمياء. فعالية علمية سياحية ثقافية لمدة 10 أيام، نأمل أن يستمتعون بالتراث السعودي والثقافة السعودية، وفي نفس الوقت أن يخوضون مسابقة علمية مفيدة جدا. بعد نهاية هذا الحدث سيعودون إلى بلدانهم بإذن الله بذكريات جيدة ورائعة من المملكة. أيضا سعيدين بوجود الفريق الكويتي في المملكة في هذا الحدث، ونتمنى لهم التوفيق بإذن الله بجانب بقية الفرق من الوطن العربي. تشهد هذه النسخة مشاركة أكثر من 300 موهوب وموهوبة يمثلون 90 دولة من دول العالم. خالد الشمري، تلفزيون دولة الكويت، الرياض.